زازا صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع إلى الله اسكني يا نفسي فإن منه رجائي صخرتي وخلاصي ملجئي فلا أتزعزع. بيتوخ قالو هو عيلت وقتهم بندي لوخ صغدت مالكوش ما يونو حاسوني خلد احتيت لوخ مالكوش ما يونو حاسونا خلد احتينا لوخ صالو على عيمة المران برخمور المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين. أيها المسيح إلهنا ومخلصنا يا من يسبحك المؤمنون والمعترفون بصليبك في الأقطار الأربعة اجعل صليبك حصنا منيعا يحمي بيعتك المؤمنة وأولادها في كل مكان اهدي الخاطئين فيعترفوا بخلاصك ونرفع المجد والشكر إليك ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد آمين. السلام للبيعة ولبنيها لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب القدوس الذي أرسل ابنه الوحيد لخلاصنا وإلى الابن الحبيب الذي تنازل فاحتمل الصليب من أجلنا وإلى الروح القدس المحيي الذي بدل موتنا حياة الصالح له المجد والإكرام في هذا اليوم المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد آمين. أيها المسيح رسول الآب المحتجب يا من جئت فبشرت البعيدين والقريبين بالأمان والسلام أيها الطيب المختار الذي أريك على منارة الصليب فتجمعت كل البرايا وجاءت تتنشق عبيره إننا نحتفل بذكرى ارتفاع صليبك المحيي قائلين أنت هو الراعي الصالح يا من ختمت رعيتك بصليبك الحي أنت هو حمل الله يا من دعوت الشعوب من على الصليب وجمعت إليك بعد أن كانت مشتتة خراف لا راعي لها بين وسن وصدم فكبلت بالمعمودية ونقيت بالماء الطاهر أنت هو عظيم أحبار اعترافنا كسرت جسدك وأطعمتنا وبدمك الحي غسلت أسامنا وغفرت خطايانا نسألك الآن أيها المسيح مخلصنا
على عطر هذا البخور اقبل صلواتنا وترنيمنا وطلباتنا، وأهلنا لفهم إنجيلك المقدس وحفظ وصاياك المحيية. سدد خطانا في سبل البر، أنرنا بأشعة نعمتك المجيدة، وأحصينا بين مختاريك برخمور، فنرفع المجد والشكر إليك ولأبيك وروحك القدوس إلى الأبد. صلاتك معنا يا أطهر العباد، كوني عوننا حسب يسوع المسيح طيب صلاتنا في كل حين، وليكن عطر بخورنا هذا لرضاك. جدد نفوسنا وأجسادنا وارضى بكثرة رحمتك عن جميع براياك. تحنن على الخطأ التائبين إليك، وأرح موتانا الراقدين على رجائك. برخمور يا ربنا وإلهنا، لك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. قديشات ألوهو قديشات، حيل تونو قديشات لوميوتو، نترحم عليك. قديشات ألوهو قديشات، حيل تونو قديشات لوميوتو، نترحم عليك. قديشات ألوهو قديشات، حيل تونو قديشات لوميوتو، ارحم علي. أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. يا صليب الأنوار، سر فادي الأدهار، منك أسرار البيعة فاضت كالنبع الجاري. من أنوار الصليب يضحي الكاهن المختار، ذا سلطان عجيب حاملا كل الأسرار. يا صليبا تمجد سلما يسمو تيها، فيك البيعة تصعد
نحو الرب فاديها. فصل من رؤيا القديس يوحنا. وبارك يا سيد. المجد لسيد يوحنا والرسل، ولتحلم رحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد. يا إخوتي، أنا يسوع أرسلت ملاكي ليشهد لكم بهذه الأمور في شأن الكنائس. أنا أصل داود وذريته وكوكب الصباح الساطع. فالروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يريد فليأخذ ماء الحياة مجانا. أنا أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب، من زاد عليها يزد الله عليه ضربات المكتوبة في هذا الكتاب، ومن حذف من أقوال الكتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة المكتوبتين في هذا الكتاب. الشاهد بهذه الأمور يقول: أجل، إني آتي عاجلا. آمين. تعال أيها الرب يسوع. نغمة ربنا يسوع المسيح مع جميع القديسين. آمين. والتسبيح لله دائما. سمعت صوتا من السماء يقول لي: طوبى للموتى الذين يموتون في الرب. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برخمور السلام لجميعكم ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع: يشبه ملكوت السماوات 10 أزهار أخذنا مصابيحهن وخرجنا إلى لقاء العريس، 5 منهن جاهلات و5 حكيمات. فالجاهلات أخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنية مع مصابيحهن، وأبطأ العريس فنعسنا جميعهن ورقدنا. وفي منتصف الليل صارت الصيحة: هو ذا العريس، اخرجوا إلى لقائه. حينئذ قامت هؤلاء العذارى كلهن وزينا مصابيحهن. فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطنا من زيتكن لأن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات وقلنا: قد لا يكفينا ويكفكن، اذهبنا بالأحرى إلى الباعة وابتعنا لكنا. ولما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس، ودخلت المستعدات إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت العذارى البقيات وقلنا: يا رب يا رب افتح لنا. فأجاب وقال: الحق أقول لكنا إني لا أعرفكنا، اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون اليوم ولا تلك الساعة. حقا والأمان لجميعكم.
للمسيح يسوع التسبيح والبركات. من أجل كلامه الحي لنا للمسيح يسوع التسبيح والبركات. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبتي الحبيب أيها الإخوة والأخوات، بهالأسبوع أو بهالأحد اللي هو الزمن الخامس من زمن الصليب، نتأمل بروحانية الكتاب المقدس يلي بيحمل لإلنا إنجيل اليوم بعدين أساسيين. البعد الأول هو الموت الذي هو نهاية حياة الإنسان على الأرض مع مصيره الأبدي خلاص أو هلاك. البعد الثاني عودة الإنسان لربنا وتدخل الرب بحياته اليومية لكي يقدسها. المصابيح المضاءة بالزيت علامة السهر والانتظار، سهر العقل بزيت المعرفة والإيمان، سهر الإرادة بزيت الرجاء، لكي يصمد الإنسان بوجه الأيام الصعبة ويثبت بالعيش بموجب معرفة الله والحقيقة، وسهر القلب بزيت المحبة لأن المحبة كمال الإيمان والرجاء، كمال الحقيقة والخير. العذارى الحكيمات نعسنا وهن ممتلئين سلام حقيقي وتيقظ دائم، مثل ما قال سفر المزامير بالعهد القديم: أنا نائمة وقلبي مستيقظ. أما العذارى الجاهلات اللواتي تمتعوا بسلام مزيف، قال عنهم النبي إرميا: جحدوا الرب وقالوا لا وجود له، ولا ينزل بنا شر، ولا نرى سيفا ولا جوعا. تجاهلوا مجيء الرب الديان العادل. الصيحة المعلنة لمجيئه عند منتصف الليل هي صوت الإنجيل الصارخ بظلمة ليل الجهل والضياع والشر وعدم الاكتراث. الله أحب أعطانا نعم ووزنات روحية، وصار عندنا ملء المعرفة لحقيقة الكلمة، ودعانا لندخل إلى وليمة عرسه لنبني معه علاقة حب وصداقة لا تنتهي أبدا. الله أعطانا مثل ما أعطى العذارى نعمة النور والإنجيل. نعمة النور هي الحقيقة الإلهية التي تجلت بحياتنا اليومية. أعطانا الكنيسة العائلة الكاملة التي نحيي فيها سر بنوتنا وحقيقة أخوتنا للبشرية. أعطانا الأسرار كوسائل للقداسة تزيدنا قوة على درب الحياة لنصل من خلالها لملاقاة الرب في السماء. أعطانا الأفخارستية سر حضوره الحقيقي بيننا ليؤكد لنا أنه لن يتركنا أيتاما. أعطانا مريم لترافقنا وتتشفع لنا. أعطانا القديسين أمثولة لحياتنا بالإيمان والتتلمذ للإنجيل. بالرغم من محبة الله لنا وكثرة عطاياه الوافرة التي تقوي ضعفنا وتساعدنا على حمل صليبنا نحو القيامة، نرى الذين يدعون بالإيمان يفسرون الإنجيل على مزاجهم، متنسين كلمة الرسول إلى أهل غلاطيا
لو بشرناكم نحن أو بشركم ملاك من السماء بخلاف ما بشرناكم به فليكن محروما. ويرمون التهم على الكنيسة الجامعة الرسولية بأنها المضللة تعلم تعليمها لا تعليم المسيح، وينتقدونها بشدة خاصة عندما تقيم الذبيحة لراحة أنفس الموتى، ويقولون إن الإنسان عندما يموت لا تنفعه الصلاة. ما علينا أيها الإخوة إلا العودة للكتاب المقدس لنسمع ما يقول لنا. يقول الرب في إنجيل متى: لذلك أقول لكم كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، أما التجديف على الروح القدس فلن يغفر، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، أما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. نفهم من هذه الآية أن بعض الخطايا تغفر في العالم الآتي، ونحن نعلم ما من غفران في جهنم، وهذا واضح بالمثل الذي أعطاه الرب عن الغني ولعازر بحسب قول إبراهيم: بيننا وبينكم أقيمت هوة عميقة، فلا يستطيع الذين يريدون الاجتياز من هنا إليكم أن يفعلوا ولا أن يعبر من هنا إلينا. فيكون كلام المخلص عن الخطايا العرضية أو العقوبات الزمنية التي تغفر في المطهر، لأنه لو لم يكن بعض الخطايا أو عقوبات الخطايا تغفر بعد الموت في المطهر كما تعلم الكنيسة لكان عبثاً قول الرب لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. ويؤكد أيضاً القديس بولس برسالته إلى أهل فيلبي قائلاً: كيما تشثو لإسم يسوع كل ركبة في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض. من الواضح بأن الذين يشثون في السماء لإسم يسوع هم الملائكة والقديسون، كما أنه من الواضح بأن الذين يشثون لإسمه على الأرض هم كل من آمنوا باسم يسوع رباً ومخلصاً. ولكن يأتي سؤال مهم جداً، وهو: من هم الذين يشثون لإسمه تحت الأرض؟ ترى هل هم الهالكون الذين في جهنم؟ بالطبع لا، لأنهم رفضوا أن يسجدوا من البداية لإسم يسوع. الذين هم تحت الأرض هم النفوس المنتقلة إلى حين، والذي أعده الله لتطهير المنتقلين من عالمنا إلى العالم الآخر، ولا تخلو نفوسهم من بعض الشوائب والعيوب التي تحرمهم مؤقتاً من دخول السماء. وفي هذا الصدد يقول القديس أغسطينوس: مهما قدم من ذبائح للمسيح أو وزع من الصدقات لأجل جميع الموتى المعمدين، فهذه الذبائح إن قدمت لأجل الموتى الصالحين فتعتبر أفعال شكر لله تعالى على سعادتهم، وإن قدمت من أجل قليلي الصلاح فتعد أفعالا استغفاريا، وإن قدمت من أجل الموتى الأشرار فهي وإن كانت لا تسعفهم بشيء إلا أنها تؤتي الأحياء عزاء. على هذا الإيمان ارتكزت الكنيسة وراحت تصلي لأجل الموتى، وكررت الاحتفال بالذبيحة الإلهية والصلاة خصيصا للفقيد الراحل
منذ 40 يوما. فيرى القديس أغسطينوس إن رقم 40 يشير إلى كمال زماننا في حياة مطوبة أو في حياة مملوءة معرفة. نأخذ مثلا شعب العهد القديم الذي عاش 40 سنة بالصحراء عرضة للتجربة إلى أن وصل لأرض الميعاد، أرض الحرية، خاصة الحرية بالعلاقة مع الرب. لهذا أقول إن رقم 40 يرمز إلى التغيير والدخول والانتقال من الحالة الزمنية الفانية إلى الحياة الخالدة مع يسوع، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وعلى هذا الرجاء نحن مجتمعون اليوم حول مسبح الرب لنقدم الصلاة لراحة نفس الوالد الذي عاش حياته بخوف الله ومسلما ذاته لمشيئته تعالى. عاش مع زوجته رحمه الله بمحبة وسلام، وتعاونا على تربية عائلتهما تربية مسيحية صالحة. كان يردد دائما: لا أريدكم أن تزعلوا أو تغضبوا من أحد، بل كونوا على مسافة مع الكل، وأحبوا الكل كما أحبكم المسيح. وفي آخر أيام حياته كنا نراه يتألم ويتعذب، ولكن كنا نتعزى عندما ننظر إلى المسيح المتألم على الصليب والمنتصر على الموت بقيامته. هذا ما نرجوه اليوم أيها الإخوة بصلواتكم وصلوات الكنيسة، أن يمنحه الرب السعادة الأبدية في ملكوته السماوي. على هذا الرجاء أتقدم باسم العائلة بجزيل الشكر من خادم الرعية أخي الخوري وسام، ومنكم جميعا وكل من شاركنا في حزننا، أن يمنحكم الرب العمر المديد بالصحة والإيمان ومحبة يسوع والعذراء مريم. آمين. نؤمن بإله واحد، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله الحق من إله الحق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاط صلبونتي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إيتلوت حدلوه والوطلو دم حادث اليوت، وينبسو غبتين بطوخ إعول البيتخ واسهود بايكلو وتكوت شو دحل تخمري ودابر وبزادي قطخ آلي في سا
صلوا على أئمة المرام ألوهم قبيل قربونهم نترحم عليهم بأصلاتهم هللويا قال الرب إنني الخبز المحيي لاتي من حضن الأب قوتا للعالم قابلاني حضن العذراء الأم النقيل العذراء مريم مثل حبات القمح في الأرض الخصبة صرت فوق المذبح قوتا للبيع هللويا وخبز حياة. أيها رب الإله العظيم، يا من كبلت كرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من كرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية بدل عطاياهم الزائلة، أبلهم الحياة والملكوت. آمين. ذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطوبوية أم الله مريم، مارمرون، مارشربل، مارلياس والقديسة ريتا. اذكر اللهم أباءنا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنه هذه الذبيحة، المرحوم شكيب سلو. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. آمين. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا وليدة ربي الأزل، وهي بتول لم تزل. مخمور المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب الكدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مسبح الله، السلام الأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك يا أخي كاهن الرب ويا خدام الروح القدوس. طوبى للسعينا إلى السلام، فإنهم أبناء الله يدعون. بك يا رب نبارك، فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام. بارك مور، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من آلام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، نرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متائبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. بالقلب والعقل واللسان نشكرك اللهم الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، فيما يختلط شعبك المؤمن كله اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى،
يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفي. قدوس روحك الكلي القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. برخمو رب يومو هودك دم حاشو ديلي ما بتحيي ساب اللحم بيداو قديشو طو بارخو قديش واكسو يا بالتلميذ وكدمار ساب اخو المني كل خون هونو دني تاو فغرو حلو فيكون وحلف ساكي متقسي ومتيحي حوصو يطحو بي والحاي دلعو لمع علمي. خانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قديش ويا بالتلميذة وكدمار سابشتاو من كل خون هونو نيتاو موديل دياتي قحداتو دحلو فيكون وحلو فساكي متشهد ومتيحب الحصو يطحو بي والحاي دلعو لم علمي. لما اشتركتم في هذه الأسرار اذكروا موتي ودفني وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا. لن ننسى يا رب الآيات العجيبة في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله، ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الطابع
نحن أيضا يا رب أبناك الخطا فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. يا رب ترأف بنا وبكل ميراثك ورد هذا القربان بحلول روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون، اجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. آمين. ولتجعلنا هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. كن يا رب لبعاتك ولرعاتها حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة وعدد أبائنا مار فرانسيس بابا روما مار بشارة بطرس بطريركنا الانطاكي ومار جوزيف مطراننا سائر الأساقف المستقيمي الرأي لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. ما أجملك يا موت حين أكون مع المسيح، نيال اللي راحوا وأخذوا معه زوادي. نحن اليوم كلنا إيمان وثقة إنه عمو شكيب زواته بتخليكم مع المسيح، لأنه ولا مرة زعل حدا أو قصر مع حدا، كان يحب ويخدم ويسامح الكل. هيدا هو عمي. منصلي لك يا رب لتسمعوا صوتك، تعال يا مبارك أبي رث الملك المعد لك. نسألك يا رب، يا رب ارحم. كل مرة منجتمع لنصلي على نية حدا فارقنا، والسنه كتار اللي فارقونا من أصحاب ومن قرايب، منخص بالذكر عمو شكيب هالرجال الطيب الحنون اللي عايش بمخافة ربنا وإرضاء لمشيئته محبة الناس. منصلي له اليوم لا تستقبله بملكوتك، لأنه أنت قلبك حنون وقلت تعالوا إلي يا جميع التعبين وأنا أريحكم. نسألك يا رب، يا رب ارحم. موت معك قيامة والحزن فرح، غريب أمرك يا رب، كل المقاييس بتتغير معك. منصلي اليوم لتحول حزننا على جده شكيب لفرح، لأنه معك ما في موت، في رجل قيامة، على أمل أنه جده شكيب يقوم معك. كن معك، نسألك يا رب. جد شكيب صاروا 40 يوم على فراقك، انت فرقتنا بالجسد بس روحك بعدها معنا. نحن اليوم نوعدك رح نضل مكملين مثل ما وصيتنا، نحب بعضنا، نحترم غيرنا، ونخاف ربنا، حتى الضر راضي علينا من محل ما انت، وتضل نصلي لك وتصلي لنا. نسألك يا رب، يا رب ارحم. يا رب غافرا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحي، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب، عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحي الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياه. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اترفناها
بمعرفة وبغير معرفة. أهلنا يا رب أمواتنا بنعمتك للتنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء، ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. آمين. أيها الآب الأزلي، إني أقدم لك جسد ابنك يسوع ودمه ونفسه ولاهوته تعويضا عن خطايانا وخطايا العالم. بحق آلامه المقدسة ارحمنا وارحم العالم أجمع. يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا صار لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنكربها بك لأبي، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. جعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا. برخمور فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. برخمور السلام لجميعكم. ومع روحك. احموا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله، واقبلوا البركة من الرب. فلتأتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الإلهية كلها، وتحل غزيرة على بيعتك ورعاياك وديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. اذكرني يا ربي متى أتيت في ملكوتك الأقداس تعطى القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب، لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس،
وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. أيها السموح خالقي وربي، ضوءك يلوح في ظلام دربي، فيك أستريح سلام قلبي. تعصف الرياح نفسي لا تبالي، تسخن الجراح فيك أنسى حالي، تزاح عتمة الليالي، وجهك النعيم ليتني أرى وليس لي سواك.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف التسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. أخوتي وأخواتي الأحبة، مباشرة بعد البركة الختامية رتبة شاي البخور لراحة نفس المرحوم شكيب، من بعدها أهل المرحوم بتقبل التعزة بصالون الكنيسة. بونا إلي عم بتشكرني بالوقت اللي الشكر واجب لحضرته. أنا وقت لرتسمت كاهن سنة 2001 وكنت بدي روح أعمل قداس الشكر بحوش النعبة، كان هو إخوي الرعية. وقت اللي رحت لعنده قلت له بدي أقدس قداس الشكر، قال لي أبونا هذا مفتاح الكنيسة وهي مفتاح الصالون، بدك مني شيء أنا جاهز لخدمتك. وأبونا هيدي رعيتك كمان هوني ونحنا بالخدمة، وإن شاء الله ما بنخدمكم إلا بالفرح وما بتعودوا تشوفوا أحسن. الله يرحمه المرحوم شكيب ويرحم جميع أمواتكم، ونحنا دائما بالخدمة الروحية جاهزين لأي خدمة حضراتكم بتعزوها أو بتطلبوها منا. معتادة الكوت الأرضي، تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا الكوت السماوي. جسد ابنك الوحيد ودمه هو الذي به ومعه يليك بك المجد والقدرة والوقار مع روحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. برخبار السلام لجميعكم. ومع روحك. أيها المسيح والخبز السماوي، يا من تنازلت فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. برخ مربون، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. اذهبوا بسلام يا أخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها مسبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. آمين. شبح المريوك الخنام نفحة العطر العذبي، عن أرواح موتانا ترجو منك يا ربي، عنهم رضوانا بالخبز الحي ابتاتوا، واجتازوا دنيا الشاقة للمجد الآتي باتوا في مثوى الرجاء. عينٌ ما لم تسمعه، أذنٌ ما لم يدركه، ذهنٌ يعطى للأبرار. إن جاء الحي الرب نادى بالموتى هبوا، من جوف الأرض قاموا للحكم قاموا، من في البر قد لاحا غنى الشكر وارتاح، في غمر الأنوار الحي نوران فيه حي. إسحاق لف أبرار صوت شروط هوي لندن بارخته بارخمور، يغنيها كنز الوعد يحزوها موج اليمني، والكنز ينمي أنت الفلك يا مريم. يسوع الكنز الأعظم منه أشبعت المامور حياة ونور. لا أبرار إلا
يا حلعاني دم هايمني ولخمر شبحو دار خمور رحيي ذكرى الأنبياء والرسل والصديقين والأطع للشهداء فخر الظافرين اذكر يا رب البيعة والعذراء الوديعة والموتى بالقديس اجمعهم آمين الله بين الأبرار الآن والإرحام واقبل هذا ابنك طول الأدهار يا من تحيي ميتا وراه التراب اقبل منا هذه الصلاة عمن غابوا يا من عظم وارفع ذكر العذراء والقديس انجد وارحمنا طيب ذكرى الموتى آمين الراحة الدائمة أعطيه يا رب ونورك الأزلي فليدئ له فلتسترح نفسه بالسلام برحمة الله والسلام آمين برخمار السلام لجميعكم ومع روحك أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين أمين السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا أمين المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين أمين